سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال علينا القرآن: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. القرآن ما يشوق مع الناس، حد داره قدامه يقود نافذ الجنة، وحد داره راه يسوق نافذ النار. أما أنه يججل ما بين القرآن ما يعرفه، بلتيك ما يخالي، درته قدامك عدرته هو الدستور، مشيت على أوامره ما ينتفش معاك، يمشي بيك إلى الجنة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الجنة يوم القيامة يقال له ادخل الجنة واقرأ وارقى، معناها إن لك بكل حرف من القرآن درجة في الجنة. قال لهم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول الهمزة حرف واللام حرف والميم حرف، وبكل حرف من القرآن ترتفع درجة المؤمن القارئ. إذا كان الإنسان يعلم القرآن ويعرف القرآن ويؤمن بالقرآن لكن لا يعمل بالقرآن، يسوقه القرآن إلى النار، لأنه معناها أنه شواق، القرآن يعرفه. والأمة المحمدية ما هي معذورة بعدم تطبيقها للشريعة. قالوا الدول اليوم على أنهم ما يقدروا يطبقوا الشريعة، خايفين من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والدول الكافرة. من بركانهم يلقانوا حق مصدقين فيه. قال مولانا على أن هذا هو نفس اللي قالوا الكفار، النفس هذه الدعوة هي نفس دعوة الكفار، هي نفس دعوة المشركين في مكة، هي نفس كلمات الكفار في بداية الدعوة إلى الله، وهي اليوم على أرسلة المسلمين في بلاد الإسلام. اسمعوا القرآن، إن القرآن جديدا، وإن كان نزل قبل 14 قرنا ولكن معناه حاضر لا يغيب، لأنه كلام علام الغيوب. وإذا كان الكلام من علام الغيوب فاعلم أنه أحاط بكل شيء علما. ولذلك قال العلماء: إن القرآن فيه علم الله كله. ولذلك قال تعالى: أنزله بعلمه. لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله، اللي هو القرآن، أنزله بعلمه. والشيء نزل مشتملا على علم الله معناه أنه فيه أول الأول والآخر وآخر شيء ووسط شيء. بل وحد العلم ما يقدر يطبق الشريعة بمن خايف على المستقبل. ما نقدر نقروا أولادنا القرآن بين اللي خايفين على المستقبل. ما نقدر نعودوا بالحياة بين اللي ما لهم يصحوا في الامتحانات. ما نقدر نعودوا في الحقيقة محافظين على أخلاقنا بين اللي ياخذنا يسعدنا متوخرين. ما نقدر نعودوا محافظين تاركين الربا بين اللي الدول تتعامل بالربا لعلها تضغط علينا اقتصاديا. وهكذا. اسمعوا القول المشركين، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا والله يا رسول الله، هي اللي تقول إن اللزين داخل قلوبنا، يا غير الله خايفين على الاقتصاد الوطني والسياسة العامة والمصالح العامة. إن نتبع الهدى معك اللي نخلو نفرقوا يخلينا الجفاف. يا رسول الله ما عندك الإسعاف تقسموا علينا، وأمريكا عندها الإسعاف. يا رسول الله ما عندك البنوك الدولية وصندوق النقد الدولي، لا يتخلينا. إن اتبع الهدى معك نتخطف، تخلينا مرصن عينين. معناها يعتبرون أن من اتبع دين الله فقد عرض نفسه للمشاكل. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نتخطف، ما تعرف نتخطف؟ والتخطف دليل على الخفة والبساطة والشدة الانتزاع. ولذلك قال: ايكم اخطف هاي الطاقه اللي كانت يزرفون، ايكم اخطفها؟ فالخطف موذن ومشعر بخفه المخطوف، لا يستعمل للشيء الثقيل ولا للشيء اللي له ثقل، استعمل الا للامر البسيط اللي ليس له بال. معناها يا رسول الله ان اتبعوا الدين ما له يكلم عنا خطا، نخلا وكامري والخايفين من دينك لا يجرنا المشاكل، لا تطبقوا الشريعه لا يقوم علينا العياط، لا تشعر لمدارس إسلامية لعل ما تلمس بر المساعدات. خلونا نعود كفار كان نعيش. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير فيه المرء بين الكفر والعجز.
معناها ان قالوا وهي جد العود وان قالت لكم الياح ولان قالت لكم اللسان اروقي لكن اللسان الحالي يغني عن لسان المقال. انت افطن لك انك اذا عصيت ساعدك الناس وانفتحوا لك ورحبوا بك، واذا رجعت الى ربك ضاقت بك الدنيا بما رحبت وضايقك الناس، فمعناه ان لسان الحالي يغني عن لسان المقال. ما انت محتاج قال لي على انه ضدي. يخير فيه المرء بين العجز بين الكفر والعجز، فمن ادرك منكم ذلك الزمن فليختل العجز على الكفر. لا تقبل دينك والله تعيش بلا الدين، اما انك تعود متمسك بالدين ما تصح. ولذلك ذاك الموظف يعود موظف يعود عاد قليل في المسجد والله قاع ما ادري يشم التراب. لماذا؟ لانه اول شيء يغرس في قلبه اذا اردت ان تبقى في وظيفتك فابتعد عن بيوت الله، ابتعد عن مجالس الخير. لا يرى احد انك ذكرت الله في ساعه من الساعات. لا تصحب اهل الخير، لا تلتمس دعوة صالحة، لا ترفع يديك إلى خالق السماء، لا ترى في مظهر سليم. خليك عفريت من الإنس كانك تعيش. هذا الحق، هذا ما هو الباطل، هذا الحق. وبالتالي يصبح إنسان العياذ بالله يبحث لنفسه عن كل شيء يبعده عن علامات المؤمنين والمتقين. معناها الوظيفة نار، نارا عليه وبلاء عليه، شر. ولذلك عند منين يجي قرار، منين يجي قرار بانه راه منقص يصبح لك عادي يتقدم جاي طايح نافذ المسير، لانه عاد من ترد والله نقص. معناها وظيفته تبعده من الله. هو المفروض ان النعمه تقرب من الله، اما اذا كانت النعمه تصرفك وتبعدك من الله فمعناه انها لا خير فيها. نعمه تبعد من الله لا خير فيها. هذه نعمه ابعدتك عن الله معناها انها لا خير فيها. وهذا اليوم هو الكثير المنتشر في بلاد المسلمين. وللأسف الشديد إن نتبع الهدى معك نتخطف. يا رسول الله والله يا دينك إلا زين والله إلا فاهمين أصبحوا يقولوا إن نتبع الهدى، الهدى معترفين من الهدى، يعني هذا الهدى الله يضر بنا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا في نظرهم مرفوض، لأنه يصطدم بمصالح الدنيوية الحاضرة. أما المستقبل الآخرة ما تعين، الآخرة مستاخرة وتم موريتون يبصوها وش مصبط عليها، الآخرة مستاخرة مستاخرة ويساخروا إلى الآخرة وهي جيد. إذا هنا البلاء وهنا المشكلة. الدعاة باحوا خرزهم وعيطوا ينعادوا إن قالهم العياطة وتكلموا ينعادوا ما تلم عرف وقالوا قاع عليهم يستلموا مبالغ من الخارج وعليهم عندهم أغراض ما هي نزيها، ولكن اخلع عنا ما موجود منكم انتم رجال يعودوا طبقوا القاعده اللي قالت موريتاني قالوا اباتكم. هذا بعد المهل اصلا ما هو مصرد من خارج خالق مهل وطني، حتى موريتاني عنده 20 كارد عندي تماهي الا واحده. شين قالوا من قالوا المشقر شي يدير شي يبل. الناس المشقر على الدعاه انهم ما هم وطنيين ويستلموا بالهم من الخارج يتعالوا يعطونا شي يبلوا، يرفعوا صوت الحق، يغيروا المنكر، يبلغون دين الله، يساعدون كلمه الحق، ينشرون دين الله، يتحركوا في بقاع الارض شرقا وغربا لاحياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشقر شديد شبل. هذا المثل رواه لكم حديث اتفق عليه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود وابن ماجه، ولكن من موريتانيا. ائمه حديث موريتانيا جميعا والشهاده من موريتانيا متفق عليه شرقا وغربا. المشقر شديد شبل. يا المشقر شعله الخير، الدعاه الى الخير حق، مرتزقه مدرمين ضالين مخربين لهم اغراض سياسيه لا يريدون الدين الحقيقي، يدوروا الدين اللي جاينا من مرقب، ديننا اللي كان عند اباتنا ما يدوروه. طيب انت المشقر تعال اعطي شيبل، ولكن احلالكم تجبروا حد مشقر على الدعاة ويعطي البديل. اذا كيف تقبلون من حد شقر على الدعاة ولا يعطي بديلا عن الدعاة؟ معناها انه مخرب، يشقر لك للي فايدك اياك مرويدك ولا يعطيك شيء. هذا ما يقبل ما حد يفيس الا عقله. عاقل ذاك لو كانت الدعوة دعوة مبلولة لكان الرنج عليه كبير. يا موريتاني الدعوة اللي مبلولة يعملها شوي ما يبقى عنها رقاش. والتاريخ سهل. لكن كتابة الدولة المحوي الأمية تطيح منها قطرة في العام مرة واحدة. شوي شوي للمحاضر وأكثر حس من فعل. المحضرة تم تتمتن تتمتن إني تعطيها 12,000 إني أعطيه حد المنيفر يطرشه. وهي معطية لشيخ محضرة يعلمها يا حلال وها يا حرام كيف تلها ركبته متقربا بها إلى الله. يتم ينحقر يعطى له شي مثل اليوم يقدر يعطى البن.
ومع ذلك كتابه الدوله المحرميه وقت لا يتقدم شيء من مساعدات الصبح كامل بمحاورنا خاطرين زمان الله كتابه الدوله عاطيش المحاور يتم كلها يسده محضره قاع يقصرها خلوه ويعري الالواح ويعري مد قاع ويعدل التلاميذ كاملين وهو شمن اوف لا اصل له ولا فرع يغلد كلوبيات ما يختار من فتوه لان الدين يحرك له رزق لا صلح متدين الكامل والله لو كانت اللحيه يخلص عليها يدركم تربوها في اطفالكم يا الحنوك ما يزوركم شيء ولا في حد يشري لانسات يدن يعطي العافيه لانسات اللي دائما عليهم انقلاب لكن ذو الزغبات اللي مسألة متعلقة بسنة رسول الله ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند من يعود الإمام أحد إمام مسجد يجبره قليات يصبح كل واحد له يغزر يمشي واحد قاعد يغزر ويعدل براق بسنه مسجد وتم يذن ونين ما شرع لي شي في التراب يرصف فوق الحوطة قاعد يذن لو لا بدر مش يساعد لي لان مثلا لي رزق كامل عدوه اما كاملين اذا كانت الدوره للمحاضر نعود محاضرنا اذا عادت الدوره قضيه شيء حتى انه ينعد المصفرين حارك لهم شيء يصبح كل واحد منكم يحلف انا مولانا اللي مصفر امي مصفره وابويا صفر من هناك في موريتاني غريب وعجيب شوفوا معناها الموريتاني تبحث وراء الدينار والدرهم فلو كان الدعاة يستلمون مبالغ اتظنون انه سيبقى احد في موريتانيا هذا ما يصدق دعاة إذا قالته لياء الوطنية ولياء الأجنبية ودندن عليه فإن من يعلم الواقع يعلم أن قرائن الأحوال تغني في تكذيب هذا المقال عن كل شاهد آخر وبيان ما يصدقه عاقل نحن نعرف أنفسنا لو كانت الدعوة يتلقى عليها ولما خصوصيات في العام خمسوصيات كل عام تطلع بالتيه تروح والله تاخذ خلاص من طريز ورياء ايها الدعاة لكل واحد منكم سنويا 5 غيات لو وجدت طابورا ممتدا من نهاية الكبة وقفة الكار الى ما لا حدود له ولا نهاية ورايا 5 غيات يجب ان تعود الدعوة اليابسة احد يابس لا ينفعه الا اليابسون اذا الدعوة يابسة ولا بد لها المادة يبس هي حقائق مرة إذن فلماذا يغالط البعض يكلمه بلغة تملأ علينا ما بين السماء والأرض من الدعايات الباطلة المضللة التي يصدقها عاقل ولا يستسيغها من له أدنى بصيرة وبعد ذلك بعض الناس يا إخوة يتطاول مشكلة الدعاة إنهم ما هم علماء حق الدعاة ما هم علماء ما هي بالضرورة عاد اليوم يتبجح بعض الناس ويطلع على المنابر ويتكلم في المساجد وفي غيرها ويقول لك قالوا الدعاة فيجعلوا الدعوة معلم من معالم السخرية فإذا أراد أن يصب غضبه ولعناته وسخريته وطأ لذلك ومهد بكلمة أولئك الدعاة يشير بالدعوة إلى الاستهزاء والاستهجاء أقول لكم إن الدعوة هي أشرف وسام وطني ودولي وعالم وتاريخ وإسلام يتحلى به المؤمن أكبر خط يدير المؤمن في حياته أن يوصف بالدعوة إلى الله ويكفي للداعية شرفا يكفي للداعية على أن يعود في نقر فريق من الناس ويعود في المقاطعات وفي كبتاله في نقر السيارة وهو مالك 20 راجل متمقطة من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو مالكهما كله يقول له أنت قلت أنه الداعية منين قال واحد من الدعاة واحد من الدعاة وهم 25 رجالة بسراويلهم ما فيهم واحد قد تصلك به اصبعك الداعية منين كلهم يخرص على زرورته لا هي سك الدعوة يا غير ما يقدر يغلط في راسه لا يوجد من بينهم مخلوق يصدق عليه انه من دعاة الحق نعرف هو في راسه تعرف جماعته كاملهم ما قد دعوا المولان لا في بيوتهم ولا في سوقهم ان كانوا تجارا ولا في وظيفتهم ان كانوا موظفين الدعوة الى الله فاسخين عم ناكبك الرسول هو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يكفيكم اللي قال إنه رسولا ومع ذلك ما اكتفى الرسول ما خارج بعد خطوط أكبر وأعظم عند ولاية من حد رسول يا غير مشبيه القرآن إن دار له خطوط أخرى مع الرسالة وهي وداعيا إلى الله كيف تعود ما انقصى وتعود طريقا السخرية وهي يوصف بها رسول الله أفضل الخلق معنى أن حد وصف بها فقد فاز فوزا عظيما فعليه أن يصدق ويصدق مع الله أن هي علامة كل خير
اذا قال لك الدعاة متحركين فاعلم ان الخير تحرك. هؤلاء هم الرحمة وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول القرآن الكريم: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ولاحظوا هون على حد قال انه من مسلم مولانا، يعود ما يدعي مولانا يعود الله خاصه شيء. انتم مسال مولانا، والله كلكم سيل مولانا. لحنوني لحنوني، هو خال اكتشاف قلت لكم اكتشفت موريتاني، وهو مسيل مولانا مسيل يعني على السليك روحه ما خاص وما هو كط يوفقها اعملك. انا اللي نقول ما قصدي به عبد، معناها خالق مسلم خالق مؤمن خالق محسن، اكتشفت موريتاني قصرقها. ما هو مسلم اللي في الكتوب، ولا هو مؤمن اللي في الكتوب، ولا هي محسن اللي في الكتوب، قالوا هما مسيلم وحد مسيلم خالق. معناها اذا تي تطرح توطي برتو على رمزة الايمان لهو لك في تفاص في زي خرخص دائما، ما بقي توطي برتو على الهداية ما لهو لك برتو لا تقرقص، ما يجي يسكن على طاعة مولان. اذا قست به المساجد ضد المساجد، اذا قست به الدروس ما يجيس الدروس، محاضرات اسلامية ما تعنيه، توجيه ما يعنيه، خير كامل ما صد به ما لهو لك برتو ما تسكن عليه. اذا هذا النوع اللي قال له مسيلم به اللي ما هو متحقق، ما هو واطي مسلم متفاصلة. اسمعوا مولانا الله يقول ان حد مسلم، قال ومن احسن قولا، كأن مسلم لا بد من اهل الشروط، معناها شرطين. ومن احسن قولا ممن، الشرط الاول دعا الى الله، الشرط الثاني عمل صالحا. وكأنه نين يفوت يعود عاد عنده شرطين للامتحان وعدل له امتحانين، دعا الى الله وعمل صالحا، عاد قد يترشح انه يطلع في لائحة وقال انني من المسلمين. هذا عندي لكم، ما فهمتوا على انه قال انني من المسلمين، عاتية التالية معناها ادعي مولانا واعمل صالحا، عاقب ذاك حدنا نقد ونقبل انه قال انني من المسلمين. اما انك ترى الصف قاعمل حوض الحيطة وتقول انا عاكم مسلم مولانا، ان قالوا هل دعوت الى الله؟ ما انا الله. هل عملت صالحا؟ احلاك متبرك. ايه وانني من المسلمين الصقازرة، انت مسلم مولانا كالضباء، ما قلت ما دعوت الى الله، ما عملت صالحا، يا غير همك مسلم مولانا يابس. اليابس لا ينفع اليابس، انت يابس وما عاد بعيد، لانك ما عندك اي علامه للخير. دعا الى الله عمل صالحا قال انني من المسلمين. لاحظوا انه، والغريب اسمعوا، وقال انني من، معناها لا حد يدخل في سلمة المسلمين، ما قالوا من احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا المسلم، لان انا المسلم فيها نوع من معنى الحصر، معناها انا عكم هو المسلم. وقال انني من المسلمين، انا يمكن نعت من المسلمين، حتى قد نحسب راسي من المسلمين بيلي دعوت الى الله وعملت صالحا، اذا حتى لا قلت اني من المسلمين، قال انت حق تقعد من الناجحين بكل طلعت في اللائحه، عندك نارتين جاء علينك تستحق انك تسجل في لائحه المسلمين، بدون هذين الشرطين دعواك للاسلام دعوه مجرده من البين، ارجع انت مالك في الرنك. هذا عندنا مال واضح. طيب شفت ان الدعوه خطيره. الايه الاخرى تقول، قال القرآن: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، يعني هذه شريعة الله وهذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى الله، ادعو الرسول داعية، قال واحدين هم دعاء، وفي واحدين هون قال لهم الدعاء. الرسول يقول ادعو إلى الله، ويقول رب العزة يقول انك داع إلى الله، يجي واحد يقول انا ماني من الدعاة، الدعاة ما تدخل. قل هذه سبيلي يدعو، هذا رسول الله يدعو وانت لا تدعو. وازيدكم خطورة بان من لا يدعو ويسخر من الدعاة فقد سحر من صفة رب العزة والجلال. مولانا يقول والله يدعو الى دار السلام، يدعو الى دار السلام، يقول والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه. فإذا كان ربنا يكرر أنه يدعو، ورسوله وصفه بالدعوة وأمره بأن يدعو، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يطلع عنا واحد ويقول إن الدعوة عنكم أنا صماني من الدعاء، أصل حق رأنك برأت نفسك وأنت بريء أو خل آخر فيك. ربنا يدعو ورسوله يدعو والله يأمر رسوله بالدعوة وأنت بريء من صفة الله وصفة رسوله. إذا انتهى فيك خير؟ ما في خير. الحد يستخف بالدعاة ما في خير، فتح على نفسه باب الشر وأغلق عنه باب الخير.
لأنه لا شيء أعظم من شيء يتصف به ربنا. فكان الله يجعل نفسه جل وعلا داعي للخير ويأمر رسوله أعظم الخلق أنه يعود داعي. معناها الناس خرمات لهم مخدرين. جاءوا صواحدين قالوا من الدعاة أنهم هتفوا بهم مخربين. وعدوا واحدين يقولوا دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها. اللي هي النار. جهنم. قذفوه فيها. وسبحان القادر. دعاة على أبواب جهنم لهم علامات. ودعاة على أبواب الجنة لهم علامات. الرسل ما تركوا أمرا مهملا وما تركوه للدعياه. بل كل شيء ضبط في شرعنا ضبطا محكما مدققا لا مجال فيه لتأويل الجاهلين وتحريف المضلين. كل شيء وضح توضيحا لا وراء وراء. يقول لك واحد دعاة على أبواب جهنم. الداعي المصلح ما علامة دعاة أبواب جهنم؟ تعالوا إلى القرآن يبين من هو الداعي المصلح اللي على أبواب الجنة ومن هو الداعي اللي على أبواب النار. جعل الدعاة قسمين وهنا جعلهم في عنوان كبير وهم الأئمة. قال جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة يهدون أن يدعون إلى أمر الله عز وجل. هؤلاء هم الرسل ومن على شاكلتهم. وقال عليه النار جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دعوتان إمامتان متغايرتان. إمامة في اللفظ ولكنها متغايرة في المعنى. متحدة في اللفظ متغايرة في المعنى. فتلك إمامة في الدين صاحبها يدعى يوم القيامة على باب الجنة وأتباعه يدعون إلى الجنة. هذه إمامة الرسل ومن على شاكلته. هناك إمامة أصحابها هم أول من يدخل النار. ولذلك فرعون إمام من دعاة الباطل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. لأن الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أي لقاه تعلق مخلوق في غير طاعة الله إنجاد هو وهو الأهلين إلى جهنم. من هو الداعي الحقيقي للفصل به كانوا يدعين للخير والله يدعين للشر. مولانا قال والذين يمسكون بالكتاب يمسكون. شفتوا يمسكون كأن الكتاب مرة يعود حد حاكم ومرة يعود كلها طلش. شبه الله حالة الإنسان مرة يطبق شرع الله ومرة لا يطبق ما في القرآن بحالة الإنسان الذي يأخذ الكتاب ولكن برأس في أصابعه فتخشى أن يسقط منه وأنت تريد أن يمسك به بقوة. قال والذين يمسكون. ما قال والذين يمسكون الكتاب. قال يمسكون أي يحثون الناس ويصدرونهم ويواظبون على توصيتهم بأن لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة من أحكام هذا الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المخربين. الذين يمسكون بالكتاب يدعون الناس إلى القرآن يدعونهم إلى السنة يحضونهم على اتباع عدم الخروج عنه في صغرة وكبيرة. شهد رب العالمين قال وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فشهد ربنا بأن هؤلاء هم المصلحون وإن قال عنهم أعداؤهم بأنهم المخربون الخونة المرتزقة أتباع الخارج أو الداخل. ربنا يشهد بأنهم مصلحون والمخربون في الشرق والغرب يقولون متطرفون متزمتون مخربون لهم علاقات بالخارج وكذا وكذا. ولذلك لما أخذ الدعاة في السنة الماضية ودندنت عليهم الإذاعة وجاء ذلك الصحافي وغفر الله لنا وللمسلمين وسيلة موجهة إلى الشباب. رقم واحد ما أركان الإسلام الخمسة. رقم اثنين ما هي احكام الطهارة. لا سيرة موجهة الى الشباب لا حكم فيها لا طهارة الحدث ولا الخبث ولا العقيدة ولا البيع ولا الشراء. اسئلة لا علاقة لها بدين الله. انكم بطبيعتكم صادقون ومتحمسون وككل الشباب في العالم. هذا ما اتفق عليه لواعة وكررت للطابع لكم. طيب يستلمون مبالغ من الخارج او لهم صلات باجانب او بوطنيين لهم صلات باجانب. سمعت ذلك من التقطاعات كامل اللوقيات لا يقطع من الشماء جبره. كانت المشكلة كل المشكلة جاء مولانا الفضيحة في وسط جاءت قضية المسابقة الامارات. واذا بالدولة في اذاعتها اسئلة موجهة الى الشباب يعصوا مشي من الخارج. وفي نفس الوقت الرنج يلي ياكل يبقى عن الامارات. في الإذاعات يعصم الاستلام من الخارج وفي الأرض تحت لا يبقى حتى عن خارج وقبوقياته الصف ولا كم. هذه الفضايح
الناس تحذر من استلام من الخارج ومعاد الدنيا ترحل نافذ الخارج. هذا تناقض. ومن الغريب كل غراب اني والله يجيني من الاوقات اللي نعود نخشى ان نعود القلوب مات لا تفقه والاعين لا ترى والاذان لا تسمع. بيجي صوف الرجاله بسراويلهم وبفهمهم يقدوا ياكلوا نفقه في دفعه واحده ما استصرطوا فيه. والواحد وذن وتجي توخر الامرك يسمع باذنيه ويرى بعينيه ويفكر بعقله ولكن لا يرى الحق حقا فيتبعه ولا يرى الباطل باطلا فيجتنب. المخلوق يعود عينيه ما ترى ويعطوه الحقائق وودنه ما ترى تستفيد من الحقائق معناها انه معطل مكينته خاسره معناها انه ما وفاه تقع مالك دارك اللي انت فيه الوضع اللي انت فيه ما وكذا. هما يتكلموا على السلام بالمبالغ من خارج وفي تلك الايام جاءت قضية الامارات فاذا بناء حتى من الموظفين فيهم اللي يمشي نافذ الخارج ويغير اسمه ويعدل ملف اياك انه ما يبقى عن الامارات العربية المتحدة. الدولة تعيط على الشباب وفي نفس الوقت تمشي الشباب لافتلال المبالغ في الخارج. معناها علينا الامر كامل اذا لم يكن حقيقة لابد ان يظهر الله عورته ويكشف سوءته. ومن الغريب ان بعض الجهلاء منا لما القي القبض على الدعاة وجعلوا وراء القضبان لما اغلق عليهم جاءت سحاب وامتلأ ما بين السماء والارض قطرات من السحب. فقال بعض المرجفين في المدينة والمرجفون معناها نوع من المخابرات بلغة الزمن اليوم. كان في زمن الرسول في طائفة من المنافقين مهمة الاشاعات تثبيط همة المؤمنين وتشجيع الكافرين والمنافقين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وطائفة اخرى قال هم المرجفون في المدينة قال مولانا لنغرينك بهم ان ما يهنوا عن الشائعات نعطوك لائحة باسمائهم ان تعطيهم الكرون اللاتي الصحابة لنصفوه. قال واحدة من المرجفين فقط عن الدعاة هذا وهم مخربين بهن العاد ما هم مخربين ما تعود السحاب جاتني ينكردوا. وقد قال ذلك بعضها السينكين وعند الله تجتمع الخصوم. إن الامتحانات التي تقع للدعوة وكلمات الحق لا تحسبوها شرا للدعاة بل هو خير للدعاة لأن الله يظهر فيها ما كان في قلوب المحاربين للدعوة. لأن المنافق والمجرم ومريض القلب إذا وجد تنكيلا بالدعاة أظهر ما كان يخفيه من عداء لأهل الحق وإذا رأى شوكة الحق عالية تمسح بهم وأظهر أنه من أهل الخير والتقوى. ولذلك قال مولانا عن المنافقين والكفار إن تصبكم حسنة تسؤهم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سجية يفرحوا بها. هذا مرت العدو عدو الله وعدو رسوله. عقبلك المنافقين قال مولانا والسمعان مثل أن نرجع للسحان ما فات وفات راجع لكل قطرات اللي نقطرهم على روسكم ماني ماشي عنهم يا غير معدل فيها قصره شوي على الهامش اللي معقب نرجع له. يعني واحد يقول السحان ما بتوفيت الاخبار بها لي ما طوفات. قال واحدين لا 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 احنا جاها قطعا قضيه المنافقين هذو هو انهم منافقين عندهم سياسه بنتي راي انتوا ما عرفتوا شفتوا الان يك ساعه ما جاهم المختار والداده في واحدين يصفوا تحيا الرئيس كي وانت تسمعهم تقول هذول الناس قطعا انهم ما هم عاديين بهم الاخلاص عند من يعد الانقلاب على الرئيس. الله اللي كان مخرب والله اللي كان فيصل وعلى مولانا ما قد صافحت والله ما قد قطع قاعد اخت وحزب الشعب الموريتاني عادوا قد منين يجي واحد من الرؤساء اللي من وراه قال مولانا ما قد عدنا من حد من غيرك يا غير احنا ورق زرنا اللي انت عنده 20 زر ولا اللي جاهي سافي له زر من زرود. سمعتوا الكلام ورق في الناس اللي تصفق غدا ان شاء الله عند من يتغير الحال تصبح هم اشد الناس عداوته. ولذلك حد عاقل ما يغر حد اليوم يصفق له به اللي لا صفقوا لك وحدين فاتوا صفقوا الواحد سابقك وعم يغروه من تالي وحدين قاع معدلين يقول لك قصه وما يعادوا على الحق ما يعودوا ينبتهم. الدعاة انه من الخير انه من الخير بهاش به اللي اصحاب علامه الخير. قال لك ابو جاتنا الرحمه بويا انسحبنا تبارك الله بويا جابر واحد من شر الخيام قال لهم تبارك الله ان الزريع خلق وانقطع على خير مولانا مبشبش موجود وبالتالي ما تلا عندنا مشكل. اسمعوا اصحاب ما خلق من راس راسك ساعه في زمن الدعاء
متذكرين زين ماشي. طيب اسمعوا والله ما يحتاج. انا قاعد نقول لكم انا عندي شيء الحمد لله عندي شيء قالوا وكالة الانباء الاسلامية. تعرفوا وكالة الانباء الاسلامية معناها ايش؟ معناها المسلمين اللي كلها متحركوا بليلة من الارض. والحمد لله اللي نسمع من ذاك ونسمع من ذاك ونلقط انا من هذا نعدل منه تخريزه ينطعون في ايدي الاخبار. نعرف ذاك اللي عندي كبجين. ايه قالوا ما يسقط عن علامة علم الدعاة وعادوا على حق ما يعودون ينكردوا قبيل جات الصحابة. والقصة قاعد قدمنا وعدلنا العلاقات مع اسرائيل. جاتنا بوجه قاع اشبه من ذاك. معناها ورقنا مين اكبر الجامع الكبير اللي صرصر على روسه الوظيفة. حتى اكبر مسجد عندنا اكبر قاعدين قبال هو من سعاد صابر معنا. الجامع الكبير اكبر قاع يا الصورط على عنقرط. اما قاعد جارته فرق زين عادوا مجمعين على الحصاير. وتقعر ولا فيه دار معلومة ما حاز عليها شوية قطار يرقنها مولانا بهذه علاقة مع اسرائيل تبل كان. طيب نحن نقول عن هذا مولي من علامات البركة والخير. سمعوا الصلقال مولانا اخلعنا بيكم قلة قراية العقيدة بعض منكم وقلة تدبر كتاب الله. مولانا قالوا يعود له يدمر الأمة يجعلها كلما عصت ربها وابتعدت عن دين نبيها جاءتها النعمة. انتم غالطي الواحد بل من يتجادت الأمور بل من يعصى الله. اسمعوا اللي قال مولانا قال فلما نسوا ما يذكروا به نسوا ما يذكروا تركوه قاعدوا عنه. الرسل قالوا لهم اتقوا مولانا ما نرضى صلوا ما نصلوا حجوا ما نحجوا عطلوا فرائض الله. فلما نسوا ما يذكروا به اسمعوا العدل ما قال اخذناهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء. معناها ملينا الاقتصاد وازدهرت الدنيا ومليناهم من الوتات وعدلنا لهم النعم. يعني رتعوا كيل حيوان اخذناهم ضغطته. لا يغرنك من الله انك عصيته فتركك في نعمة وزادك فاعلم ان الله يستدرجك. خالد شيء قالوا عند العلماء الاستدراج. والفرق بين الكرامة والاستدراج ان الكرامة ما يعطيك الله من امر ونعمة مقابل الطاعة. فاذا كنت على الطاعة فما يعطيك الله نعمة. فاذا عصيت الله وبقيت في النعمة فاعلم ان الله يمهلك ليأخذك اخذ عزيز مقتدر. ان الله لا يملي للظالم يمليه معناه يملينه معناه يخليله يطول دركه. قالوا انه تعرفوا اللي عدل مولانا الانسان الله ينتقم انه عدلوا الكيل حمار. يعدل الحمار حمار راك عود مدروك وتطرح له شيء من الحشيش وحمار فيس ما عندي العقل ما هو مثقف. مرة يعود مثقف يشبه من الدكتور ومرة يعود ما هو فاهم. ما اللي قلت لكم الحمار مرة يعود يشبه من الدكتور قلت لكم عن الدكتور يقبوا كرطونة ويقبوا مرصنديس يدير على بحر صاريت ويركب على صاريت ويشرخ الحمار وتم يقول له عر يفهم الحمار نعر معناها تقدم. اللي يقول له هو يفهم الحمار انه هو معناها تكايس ووقف. يعني اللي كطكط له كطكيط اخرى يفهم هو به اللي عنده من العقل اللي يفهم به. يعني يصيح الحمار وينهق نهقمان عاد قول للدكتور الحمار كيف فهم عرض وفهم هو وفهم تمزميزه ومن تشجر له بالدبوس نور الله قلبه يقول لك دافع باطن للدبوس تحراكها معناها الاخبيط. إيه الصين هق الحمار تقول للدكتور انت بقلاتك ومثقف وتقري في الجامعة وفي العالم كامل من درجة النهجة معناها شنو؟ يصبح الدكتور ما قط صنع نحو الأمية شين قالوا نهيج لحمي. يقول لك ما نعرف إلا نهيج وتو. يا حمار افهم عر وافهم هو وافهم تمزميط وافهم الدبوس المشجرة. يا غير من عاد الدرس متعلق بالدكتور صبح قارب ويعرف لغة الحمار. الحمار فاهم لغتك وانت مالك فاهمه. طيب اصلا الحمار ضر قال انه مره عز هذا مولي وفيس الحمار راك تعود لكم تقعد شتر حمير حقك وقع حميركم عشرة. الحمار راك تعود لك وطرح له الحشيش ولا طرح له مرد الحش يمين يعطي الساعة هو مدروك يقوم دافع يشوه الحمير ولا يشوه مرد ويقوم يصهر بتوصله للطرس ويعود الدركة طويلة يدفع من هون إلى حوطة سينكي دافع ويعيط مع الدور من دور الدركة من الحمير وينهك يا الله لي راني انطلص هو ساهي من الدركة في كراعب. اللي يفوت يلحق حاشية الحوطة هو ينهك تنطر الشركة مرة تجيب قاع انقرته تحت ومرة بعد يرجع مسكين طايح من كبو عاد ناصل به اللي سهق انه مدروك هو محكوم يا غير مطول الدركة يا غير الدركة تطوالها. ما معناها ان الدركة نايفة
كذلك الانسان المجرم يشوف انه مطلوصان ورقبه، يا غير الرقبه مولاها محكوم لكن حكمه مطوله، ان يعقب انفطر لا ترى لا مرد له، دور تفيق من المشي ما يعرف اهرب. هكذا الانسان الغافل ما يفكر ويظن ان المساله بظاهرها، يغلط من تعذب يفاجئ بلا ترى من الله ما كان يحسب عليه. هو محكوم لكن لا يشعر. اتدبروا معايا كلام الله، فلما نسوا ما ذكروه، يا الله جيهم الصواعق، الله جيهم رزة، نسوا ما ذكروه بي فتحنا عليهم، مولانا جاب لهم قاع شنو يفهم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، الازدهار الاقتصادي السياسي الاجتماعي المؤسسات تفصفص، يعني بل قاع مولانا قال من ورقه يعود له يدمر الدنيا، انه جاب دحواله ويعود له يدمر الدنيا يسجن احد. اسمع القول مولاه، ان نهاية الكون انه مولاه لا ينهي الشيء انه يسجنه ويجاده. قال انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام، توكل الناس ويوكل الدواب ويرتع لكام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا ونهارا فدعنا حصيدا. بل منين تجابت معناها من الهلاك شيء. لاحظوا علن من علامات انتقام الله، بعض الحالات يعود تجادي المرده، يعني اللي قال تارك معناها انه يشقطك شقطه ما فيها اللحم الحمر، ما فيها شوق، انت معدلها النعمه وهي البلاء وكل البلاء والشر وكل شر. اذا رايت الله يعطيك النعمه وانت تعصيه، انت تعصيه، اعلم ان ذلك استدراج. ولذلك قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، رواكم كيدي متين من متين القوي العظيم رب العالمين. يقول لك انك كيدي متين معناه انك لا تتصور ولا تفهم، انك مين تعصي مولانا وتعدل شي ما يليق، عرف انك غير معطي لك ما تلع على ظهرته، انت تنسج السم يا غير ما تجور لك في اللبن. ظاهره النعمة وباطنه النقمة. المؤمن وقته في العافية لا وقته مطيع المولانا، وقته في المعصية ما تره في العافية، ما تره في الخير، للكارد الهلاك. هذا ما لكم فهمتوا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة كان إذا رأى المطر ورأى الرياح قد اعترضت ما بين الأفق، معناها عاد ذكية يراعى فيها في الآفاق، معناها في الأطراف. قالت تغير وجهه وأحمر وأقبل وأدبر ودخل وخرج. قالت لا يعود ما أحرق قاع المرد الخارج يدخل علي وينبلص ووجهه متغير ويقبل علي ويدبر ويوخل ويخرج ويرجع ويخرص من وراقبه وحزين ووجهه ما هو متمرك. فإذا سقط أول المطر زال عن وجهه ما كنت أراه فيه. قالت لأم عائشة به لعائشة ما تخلي سباط هكذا شاه المدرسة النبوية وتختير تقبل تغره من الوفق. قلت يا رسول الله انا نفطن لك وقتك تراعي في النوم ولعمايه تخمم وتدخل وتخرج وتحزن مرد شنو. قال لها خايف لعل يعود اللي مظلل للعيال جاينا. اهل الواكشوط يحدلوا المعدلين ومع ذا العوام ما هو الارياح. قال الارياح والصحابه صحابته ورسول الله المعصومين احياهم كلنا لا الصحابه. يقول لا خايف لعل يعود جاينا العيال لا ينتقم. الرسول ما هو فارش واصحابه ما هو فارش عليهم والمدينه المنوره ما هي فارشه. ومع ذلك احنا الصفرشي احنا ياخد الدق يدق تسقر امرنا غريب. رسول الله يخاف وصحابته يخاف عليهم والمدينة المنورة مخشي عليها والقرن الاول مخشي على اهله والقرن الخامس عشر قاع في امن وطمانين. يدل هذا على العلم بالله، هذا هو الجهل بالله والغرور والجراء على الله، تعصيه وترجو سلامته، تتجرأ وتعتقد ان هذا هو الطريق السليم. قال لها اخاف ان يكون عقاب؟ قالت له كيفاش؟ قال لها يا عائشه انت يا هرك اسمعوا وعنكم هذه لا يهون عاد. قال لها تولاد الايات في الكفار، ايات الكفار عاد تورد في المسلمين، لكن اللي تقول انتم ان الدعاة يا اخوتي الله يوردوا في ايات الكفار. ابويا ما نفالك البر السلام ويبط 20 سبع في الترام ما يخلي حصيه في وجه الارض. البر السلام ابويا ما نفالك ابويا، لكن لا انت آيات الكفار احنا ما هم ماردين فينا ولا نقع من عجل يورد فيه. والرسول خايف من آيات الكفار لعل تعود جيشته هو أصحابه. تعرفوا قال ألعنكم في البخاري، صحيح البخاري أعلى درجة الصحة، هذا حديث صحيح لا علة فيه ولا طعن. قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة ترك ما سمعت يا القار مولانا عن أمتهون. قالت أمه. قال لي عاد مولانا لا يهلكهم، جاب لهم العواب في شكل المطر، جاهم الجفاف
فلما ضيقوا على رسول الله هود عليه السلام واشتد عليه الحال تموا قاعين قالهم انهارهم قبالهم ومشتهدين وملظين نبي الله رسول الله هود هانوه وعذبوه شم العذاب الشديد وضيقوا عليه غاية الضيق وقالوا له والله ما تهنى يمين ما تهنى يدن العدو لك والعدو لك وهي اللي قاعد بظه وزاد وقعد على المتين منه قال لهم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وصبحت الناس كلها داخل كلها والتاكل عليه قال لي عاد مولانا له يدمر ذيك الامه شابلها العذاب الشكل السحاب سمعوا يا اهل نواكشمو يا مسلمين اسمعوا القران الرسول عليه الصلاه والسلام لاه ينزل ايه نازله في الكفار اجماعا وهو خايف من عاقبته خايف لا تعود لا تتعلق بهم وهما نموذج منه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما سمعت يا رجال مولانا عن امه هود عاد له يدمرهم قال واذكر اخا عاد اذا نرى قومه بلحقه اخا عاد اللي هو هود وامته ان قالها عاد إذا نرى قومه بالأحقاف الأحقاف بليدة منطقة موجودة في أطراف الجزيرة العربية كانت قوافل المسلمين في القتال في سبيل الله تمر بجانبها إذا نرى قومه بالأحقاف وقد خلت النيور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق اطرص علينا اطرص علينا قال اتعبتنا وتحستنا ما عندك لطص تهددنا بالعياب والأخرجات مو يا خلعت الخلق جيب العيان مرة واحدة قال لنا نسترى تعنت تنا بما تعيدنا إن كنت واسمعوا تعيدنا إن كنت من الصادق نقع الشيخ كيف كان قال إنما العلم عند الله أنا ما هو اللي يعطيه كنت وفي سنين قال ولنا هو اللي مقت الوقت ما يتخطاه ولا يتأخران إنما العلم عند الله وأنا اللي علي أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما معناها نجهل هو راسي كان حد جاهل داخل وي يتم يتعنتك ينجي عن قرط التحت ولكني أراكم قوما تجهلوا وهذا عنكم قالوا على سبيل ربك بالحكمة والمعوة الحسنة قوما تجهلون يا محالي معناها ان رجاه لنعود متعنت حتى جايز لك الدير صبعك في عينه وياك عنكم الا الدعوة الحسنة بالحكمة حكمتي مرة تعود طوط على الراس الحكمة ما معناها ان الدعوة الى الله يتم رجاه دائما اللي ملس قد تكون الحكمة بالغين أرضي في القوم قلوا عليه حتى الصوت وقد تكون الحكمة باللين ولكل مقام مقال والحكمة مصادفة كل شيء ومعاملة كل شيء بما يليق به ويناسبه فقد تكون بالشدة تارة وتكون بخفة تارة أخرى ولذلك قال هم لكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه اللي هو المطر هم خالهم الجفاف يعني عاد مولانا له يدمرهم جابلهم الرحمة معناها جابلهم الهلاك في ذود الرحمة فلما رأوه اللي هو المطر عارضا داخل كل حال استعروا لهم هكذا عارضا مستقبل أوديته من أهل المزارع ومنمين وفلاحين وتابعين وزارة التنمية الريفية والبيئة لما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عارض المطر عن المنال اللي مطر زاد ما يجزل السنارة حمراء النبي ظلينا نعجبه اليوم وذا خنقناه ياسم اللي خنيق وتبارك الله بدا حميسك والمطر زي يا ويلي وعاد اللي بربر يبربر ونصران ايوه العذاب يهوجا فلما راوا عارضا مستقبلا قالوا عارض ممطر عالم مولانا اللي مطر زي جايبات اصحاب الزينة اباتي ادخلوا في دياركم جايتكم اصحاب المعلوم اسمعوا اللي يقول مولانا هما يقولوا عارض ممطرنا مولانا يقول هو قنبلة موقوتة قنبلة إلهية مدمرة لا تبقي ولا تذر عارض ممطرنا يقول لهم القرآن بل هو ما استعجلتم به هو قنبلة موقوتة استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم اسمعوا قال مولانا هاي لا ما وضحت الرياح سكفتها قال مولانا هي الرياح غير مدقوقة دقة التعقيم تحديد النسل يا الرياح هي مولادها ولذلك الرياح تأتي بالتلقيف على الجسم وتاتي الرياح لكنها تلقى هي الرياح راك مرسولة عندها رسلات وحدات عندها قدر من البريد والمواصلات تابعينها مرة تجي لكنها تعرف شنو النخل ولذلك راك زمن النخل يجي مولانا الرياح تم تقبل من النخل اللي انكر المسنون في النخل تقبل منه ذاك اللي فيه وتجيب النخل اللي فيه ويتم الرياح تلقح بيناتهم وتعدل نوع من الباتروي صنادرة ما يعدلوه
تقبل من راس النخل اللي اكرا وتجيبه للنخل الميثي وتم بعد جاء عندها اتصال السلكي ولا سلكي لا يتبع للداخليه من البريد المواصلات مولانا هو اللي لقح عن طريق الرياح ولذلك قال تعالى ارسلنا الرياح لواقع تلقح النخل وتلقح الثمار بعض بعضه وتنقل من خصائص الذكورة لخصائص الأنوثة وذلك علمه عند ربك. لكن هذه الرياح خارج الرياح اللي يعود الواحد يقول اه افتح القوة اكتم الحمى اه اكشح البروفير واقلع التركي يفتح القوة يكمل الرياح القروية ورياح البحر ورياح من عينات تفيد المخلوق خارج الصرياح دقها مولانا دقت بعد قاعد التعقيم لا خير فيها لا تلقح لا تروح لا تفيد جسم بل هي رياح خالصة للعذاب المهم. ولذلك قال تعالى ارسلنا عليهم الريح العقيم فلما قال الريح العقيم علمنا ان الرياح في غير هذه الرياح انما هي عقيمة معناها لها انتاج لها ثمرة لها فائدة ولكن رياح ام هود عقمها رب العالمين من كل خير. ولذلك قال الريح العقيمة ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم عاصفة مدمرة لا تبقي ولا تذر. السمع أمال اللي ما خلاها قال إن عنكم الرياح أمال اللي رأيالكم متبعرصة لأن مولانا يوخوها عنكم ولذلك أركي يشوفها رجل حين عرفوا البلية كانت خيمة يتشوف الرياح شيء البر السلام محمد وفيها وآدم منها البر 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 السلام ومن غريب منين يقول البر وهو البر هي تقابل الرياح تفطن الرياح تسوكف من أغرب شيء الاصحاب اللي كان إليهم في المطر الشديد حتى يعود الواحد غافل عن الله اللي كان المطر عليه وهوالك وصب صب 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 الدنيا اللي تتفخ ورعد والبرق وذكين يعني يخلع يقول لك اذي اخوي اذن عود ما قطع اذن من يوم الاخلي عنده منين يقول الله اكبر وهوالك الطايح قاع ويفكر يا ان شاء الله شان لعل قاع نعود اغلط من الان به اللي ما قطع اذن في عمره بطرون ما بحشيش الله اكبر الله اكبر عند منين تسمعها الصحة هو الله أكبر إذا كبر في وسط المطر يستحي المطر من هذا التكبير هذا أكبر دليل على أن هذا الملك وعظمة الخالق إذا ذكر في المحنة لا بد للمحنة أن تفكر لأن هذا الخلق كامل كل عظم الخالق فلذلك المؤمن إذا ذكر الله في الأمام يعود المطر عاد لا بد من عرش الرأس إذا المولانا لم يذكر لا بد من يطرش إذن نقول الله أكبر الله أكبر أصبح المطر ولذلك هذه القضية يعرفها الكهل ويعرفها هكذا ده كان مستوردة من الخارج هذا واقع مشاهد الرياح قال مولانا عنكم الرياح لا مولانا من فضله يوخوها الرياح ذاك تعود عاصفة يا غير يمشيها مولانا عنك وعاد تسكن عليك تخلق قال الصاحة عقمناها ما خلينا فيها خير وسكرناها لعل يفوتش من شرها عدلها مسألتين غاية في التدمير قال ما تذر من شيء اتت عليه وقال في سورة الحاقة قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام سكن عليهم الرياح ما تعطيهم نفس شوف عذاب الله ان عذاب الله شديد الرياح معقمة على مسكن اللي يمشي اولها يرفع قال تعدى البيت الويفين لا تزيون لعل واحد يعود مثال قلبه يفطر تجيه الرياح قال في آيات أخرى على أنها ترفد الرجال والعليات وتزرقهم من بين السماء والتراب من يدقدق رقبة الواحد ترفد الرفد الأخرى يدقدق من سلان والتمن لا تلعب به زغلم به سبع ليالي وثمانية أيام فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر وكأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم جدر نخل مقطوع راسها ومدقدق من وسط ثمانية أيام حصوما معناها ثمانية أيام صافية للشر اليوم المحصوم العياب لا معناها اليوم اللي شر كله لك في الرياح العقيمة أيام صافية للشر ما فيها رحمة من الله وناس طلبوا من مولانا ما يغيظهم مقفول عنهم باب الطلب والعياب مصبوب عليهم العياب صد عليهم ربك صوت عذاب شفتوا قالوا استمر تاني معانا الله اصحاب يا اخوتي جاءتنا والرحمة عدلنا العلاقات مع اسرائيل قالوا عالم مولانا يا اصحاب قاعدنا مع مصاحبته اصحاب الاولى عندما اخذنا الدعاة الى الله اتظنون لا لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء واستعدوا بانكم ربما اذا عصيتم الله معصية اكبر وعطلتم مزيدا من احكام الله وتماديتم في غيكم وطغيانكم فربما الله يفتح عليكم ابوابا ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب لا يغتر احد فالنعمة إذا جاءتك وأنت على معصية الله فاعلم أنها ليست نعمة وإنما ظاهرها عارض ممطرنا وحقيقتها عذاب استعجلتم به.
النعمة ما تعود مع المعصية أبدا. ولذلك الوليد بن المغيرة من يتعنت حتى على الدعوة إلى الله قال مولانا أراه إذا المخلوق يبان ما استفاد من الدروس وحشلوا قاع لأنه قد يتم يعارض الدعوة إلى الله ويعارض الرسول ومعنا نعطيه النعمة. ذاك أراه مات لخالي عدل مولانا عقوبتين، واحدا أنه عيب الرسول هم ويعيب الرسول لما قالهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعيش له ولد، ومعناها قاع قالهم إن محمدا لا يترك ولدا وراءه هو من سيموت إتالي انتظره حتى ينتهي عنكم فتستريحوا، لأنه لما رأى آخر أولاده الذكور وهو إبراهيم قد توفي فرح بذلك وأشاع في المشركين قالهم إن محمدا لا يعيش له ولد ذكر، والرجل إذا لم يعيش له ولد ذكر قالهم معناه من رجته منتهي فهو سيموت ولا ولد له إنس انتظروه حتى ينتهي عنه. هذا ما شفته، هذا المخطط المهندس اللي يراقب الدعوة ويحاول أنه يقتطعها من الخريطة، وهو ملان من الدنيا ماله ياسر لأولاده ياسر صحيح بدنه. إذا كانت أحواله في القرآن في قضية الأولاد قال له تري عجب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الأبتر، قال هم محمد الأبتر أي مقطوع النسل لا شيء عنده، خيره منقطع وأولاده منقطع. جاء القرآن قال له إنا أعطيناك الكوثر، أنت قاعد معطي لك شيء ما تعرف الناس، أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك معناها مبغضك هو الأبتر. هو صلي دور يقطع حق نسله ماله يكلم عنه خبر. قال إنه من ذلك تلك ذلك الفترة لم يعش أحد بعد الأولاد كانوا موجودين، لا يوجد نسل للوليد بن المغيرة بعده به اللي قطع مولانا نسله. بالنسبة لقضية الأولاد قالوا أنه كانوا زرايبون هم يثمروا في السنة مرتين، وكانوا أولاده ملاني أولاده ياسرين وتجارته رابحة وزرايبه ملاني من الثمرة. قال مولانا يرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، تيجاي قمار وملان من الدنيا جعلت له مالا ممدودا، وبنينا شهودا أولاده ما يسافروا، ما عنده ولد في الخارج شهر الإمارات ولا في دولة خارجية، أولاده موجودين في الزر والمال، عنده الأولاد متنعمين وهو متنعمهم على القاعدة إلى معارضة الدعوة. قال جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت، معناها يسترت له الأمور، مهدت له تمهيدا وعلى عارض الدعوة. أيطمع ونزيد؟ كلا، ما تزايد قرام واحد نقطع نسله ونوقف نكيف. معناها إن الله لا يمرين الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واللي ينصح لا حد يدعي المولانا لأنه يصارحك إن عصيت ربك ويناصرك إن أطعت ربك. يمين يشوفك له يدقس النار يقول لك اتق مولانا. أنا ضركني نحوز على والدي شيباني، والله حد منكم أنتم عيني ما قد شافته لا قد شافني، ونشوف قط قلتها لكم مرات ونشوف عقرب له يوطع ليها يلقي ما نتكلم معه وما هي ندعيه إلا بالحكمة. قال الحكمة هون تكون شيء ممانع أن يطيح لكتابه، لأني نشوف لا يوطع له عقرب اللي نتقابل مع جاسوس الراعي في مكره كلها يطعيها وندير يدي السنتين فيها من الجهد ونبوس ونقطع على كتابه. اللي نقول ابعن شب نرجو ايه اخويا انا عقك انت والسيف اللي شنه ترى له هي مفقع، نقول له شو العقرب كنت لا يتوقع له. الله يجازيك عني بالخير، الله يجازيك. انت تكون من اي الناس، انا كوترت اللي طاح على كتابه يا غير ما دمت رديت على العقرب. هذه هي يدعو الى سبيل ربك بحكمه لان رديت على العقرب. إذا نسكوتشمة من حد نصحك اقبلها فهي الحكمة. كلمات المرة يعني تعود لصالحك الدنيا وأخرى، هذه حكمة ومصلحة لك. لا تنظر إلى الكلمة ومرارتها ولكن انظر إلى عاقبتها ونتائجها، هذه نصيحة لك. أما رجاه صفق لك إلا كلما ذهبت إلى الباطل قال لك نعم، وإن ذهبت إلى الحق ربما أخذ لك أو سكت عنك. هذا ليس نصيحا ولا فائدة في الأخير. نحن عارفين نحن موريتانيين الله يلطف بنا بالمسلمين، لم ضيعنا ما هو قلة العلم. انتم هذول المجمعين كاملين راعي ماركم سمعتوا الليله اللي قلت لكم مالي وضحت وقط قلت لكم مرات ألن العلماء لا يغروك والجهال لا يغروك. العلماء قال مولانا انهم ما كفتوش يغار، قال انهم ما خالك شر خص منهم يعودوا من حالي. من العالم ما يغرمش، من عود عاملا بالشريعه ومبلغا لشرع الله وراه هو العالم يعود ما هم بلغوا الشريعة ما يسكت عنه. إن قالوا أنت ما بلغت، أنت عالم إن قالوا يا غير ما بلغت دور إن قالوا ما إن قال مولانا يقول للرسول والرسول أعظم هو والله العلماء ما يلطم بعد يعدل لهم الزرق الانتخابات به للعالم اللي أحد يبارك في حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورواكم من بارك من اللي حرمته لا الرسول ما أحد فهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مولانا له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
لوسيت ما يتواس وإلا تفعل فما بلغت أنت رسول. إذا بلغت قال لك بلغ، إذا بلغت زينة، وإذا ما بلغت قال لك وإلا تفعل فما بلغت رسالك. معناها أن ما مجامل حد العالم إن بلغ إن قال له بلغت جزاك الله خيرا وعد ساكت متلغلغ. ما اللي أنت يا عالم يا غير لحدك حد راسه ما بلغت رسالتك، ما بلغت دين الله، ما بلغت شرع الله، أنت معذور عند الله. العالم داخل ضيق، العالم يعصى الله قلده مئات البشر ولا يسألونه عن الحكم تم ولا كلها متمرفه. يقول لك عالم ولا لو شفت العالم يبان لا يقبل لحيته ولا يظل يقاده ويظل هو اللي يتجاد حق ويجاد راسه على ياكل شاف عند العالم. يشوف المرأة اللي عنده متبرجة يقول المرأة اللي عندي مولد قد لا تتبرج بي اللي أنا شفتها المرأة اللي عندي. إذا شايف منتم شيطان يقول منتم مولد إيه إحنا لا على أخر العلماء وانتم هو متوني على أخر العالم عدلنا ما يفكر عليه وهو ريوق قاعد لا تنفز إلا اللي خلق فيه هو يطلع هك في الديار للزر. معناه يظن هو مسالك وهو إلى ما يتكلم الناس مقلدته فارض عليه يبين الحق والله يهلكه الله ويهلك الأمة بسببه. هو معدر انه ما فيه ثقة والناس ماشي على وطياته. ولذلك نقول لكم على ان العالم مثارته مثارة لمارك ومثارة الجاهل مثارة التير تير. تتعرف التير تير ارالي ارالي هذه اللي شيت ارالي ارالي اللي يكرسع مولاها عليها وتوفوا لا احد الواحد الشيطان الا هو الله. ما هو فانوا الا الشي بعض قايل لكم انا اراني اهل الدهر شوي كانوا يليان عند سيكين الله واحد وما هو الشيطان ما هو فانوا اللي يقدم سيكين عنده الى لو يا غير ممثل لكم وتوني معناها يعود مسيكين عنده ليش عند الله هو مكرسع وحده. السلام عليكم الله ولا خالط عليه حد ويتلهم ويتلاده معاه واحد يعود الله حد ملنقي والله بالسيف قد يلصق. اذا لا قدر الله التير تير عدرة حادث شلاه يدفق من ماره ما لا يخسر شي عاد. هذا بيخ الى خلقه مرد الى مات لا قدر الله لا يموت رقاشي رقاشي لانها ضررها محدود. العالم مثارته مثارة لمرك ذلي عليه المرصان دي في الخلق وذلي ملنقي فيه المسلمين تابعوا ما هو شيء يدرك. فإذا انحرف عن الطريق معناها انه عكس داهم العالم يفرق أمة كان إذا تم مسقم وماشي بالخلق على طريق رسول الله يتم سالك ياسر من الشعب ملنقي في أعماله وأقوال. إذا انحرف هو عن الطريق معناها انه عكس داهم الشاحنة كبيرة قد يؤدي بمئات البشر. هذا عندي انكم فهمتوه. العلماء وصى عليهم إيران وقال لهم ما كفتوش وقالوا قاع مريتانهم الحمهم مسموع وعظمهم قاع السم الله لا تقربوا الحمهم ولا اعظمهم. يغير نختار نبين لكم مولانا وصى على العلماء قال لهم ما كيف تمشي قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والذين اوتوا العلم درجات وراح ياكم درجات نكره انا انهم درجات في الفضل ودرجات في العلم ودرجات في المنزله وتقديرهم النبي درجات. خالق اللي تعطيه الاكيد وخالق اللي تكيل وكيل به اللي اعظم مثل لا شك أن وليرك قال الأخبري يسأل العلماء ويقتدي وجيدها شوي اللولة اللي قالها العلماء غير عاد الاقتداء قال لك إنها لا تتبع حد هنتات. جعل العالم وحده وجعل التابع متبوعا والعالم يسأل ولا يقتدى به. قد تسأله للاستئناس يا غير ما تتبعه لأن حد اتبع حد ما هو متبع الطريق يهبونه ليخلوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم إلى آخره. قالوا ما خلى لهم شقاع من فضلية. طيب الصيد يمكن فيهم مقاس بهم الحمير ولا كلا أنت عالم متبع مع الملائكة ومتعدد أصل وخيرت مسموم كامل ما هو إلا لحم قاع العلماء ولكلمة خليها قاع تقطع الشل وتقضي تحت حتى عظمك مسموم وأنت فرلش من السم ما يقرب بك اللي متبع الشرع ينتعي متعاقب عنه قاس به الحمير والأكلع. قال مثل الله ينحم من التوريته ثم لا نحمرها قالوا هذا مثل ضارب مولانا. وليالك شوه بلاغة القرآن هاي لا يجات الصور تاس جمعة تعني من جمعة ما كانت في اليهود الأنصار دار مولانا آية حم من التوريته مع أن التوريت لموسى لكن دار آية التوريت في سورة الجمعة لأن السورة لنا لأنها تتعلق بالجمعة والجمعة من خصوصيات هذه الأمة. دارها مولانا في صورة الجمعة اللي احنا نأدوها وعاد تنقرأ يوم الجمعة جاك الناس تحسس لعلي عودهم عالم جهلة يوم الجمعة ما قطن قلع عنه بقته قالوا عنك يا العالم انت تصنت حمل التوريت
ورايالكم حملوا وهم لم يحملوها مكدرة هو محمد يغير لم يحملوها لك يا رقاه مثلا الدار عليه شو قام يقصر فيه انا نقابله هذا ما هو قاد هذا مكيش وي هذا لا يخصر علي هذا لا ثم لم يحملوها كيشي نكس وليالك مثل الحمار قال لم يحملوها كمثل الحماري وقال قاع كمثل الجملي قال هذا صفط يا غير هو داشمانة وقال له كمثل الخيلي نقولوا عالم ولا لم طيه زينة وقال قاع كمثل العنز زي غير كمثل الحمال مثل الشلورة عالم تم جهنتي عاد حمار معناها انه قيس النار قال في الآية الأخرى واتلو عليهم لدينا الذي آتيناه آياتنا آتيناه فهموا لنا آيات الكثير وعلمه العلم الكثير وعاد عالم شارنا كبير فانسلخ منه عد المدان العلم كي الدراعة إذا فسخته معناها انك استعريت ما تتبارك بحرمتش من العالم إياه لم يتبع علمه لكن إنسان المجرد آتي المجنون فانسلخ منها فأتبعه جعله الله تابعا للشيطان الشيطان عاد تلميذي يقرأ دروس من الضلال على العالم أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا خلوكم معي عودوا فاهمين لاحظوا هون المولانا له يقول ان العلماء أراهم ما هم عوامتهم من كرطونتهم يلي قال لك العالم اسوى المعدل الله حديث كايس قال ولو شئنا لرفعناه بها فدل على ان العالم في حقيقته ليس مرفوعا وإنما يرفعه العلم ولذلك جعل العلم كالآلة لك المطلعات قال ولو شئنا لرفعناه بها أي جعلناه يطبق فيرفعه التطبيق وبركة الاتباع ولكن لما ترك التطبيق صار مجردا من المعنى والثمرة لذلك قال ولكنه أخلد إلى الأرض أي عطل منافع التبليغ فلم ينشر دين الله وعاد ما يبلغ حد ولا قافر على علمه في قاشوشه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب قالوا علماء لما يمثله بالكلب قالوا أنتم ما تعرفون الحمير يأكل النجاسة أنا حدث من لا يأكل يعقل يأكل شيء النجاسة وما يحكم راسه ويمشي حد بلا فريه ما عنده شيء حكمه كركار الكلب ما يمثله كمثل الكلب قالوا للعالم واحد يعود علمه ما تلحاكم ويعود لك الكلب ما تتقب جاعد تسكن على قاعدة من جهة تقول هذا عالم متعدل ومن جهة تخرصت حمتي تدفبي معناها يربط راسك العلم يقتضي العمل وهو ما هو مطبق إذا يربط راسك تبحر كانك تحترمه باعتبار العلمي والله كانك تخرص تطبيقه وما هو مطبق إذا انت باحر قاع مربوط راسك كذلك الكلب ذلك يربط الراس دائما الكلب يلهث وذلك مولانا قاسي المارة مثله كما معناها ذكر القرآن وهذه المارة مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كذلك دائما ناقض فمه تقول يا أخوتي وعطيش يا أخوتي سوية الكلمة سيكين كاتر مسيكين لغري تملاهنين يبقى المورة واللبن يتملك الله بعد قصان وماليه يصر عمرك تالي الدور سنه انت مثلي كلت وسمعت ورويت مرتك شيء تملك الله ما قرصان تقول نهار حامي اللي يبرد نهار له ولك الله ما قرصان عقاب الليل ما قرصان أصباح ما تروح لما قرصان وباه هذا هو مهارة الإنسان ما هو متبع معناها لا يخضع لقاعدة ولا تضع لأن الذي يضبط العالم هو العلم واتباعه فإذا لم يتقيد بالعلم صار بلا ضابط كالكلب الذي يلهث إن حملت عليه يلهث وإن تركته يلهث كذلك العالم إن راقبته في العلم لا علم يتبع وإن نورت إلى الاتباع هو مفرط وبالتالي هو خارج عن القاعدة وعن الدائرة المعتبرة إذن هذا اللي قلت لكم الليلة رسالة معكم إلى سائر موريتانيا بلغوها جميعا لأفرادكم وعودوا كاملين دعاة لي الله شوفوا الليلة أنا كنت يعطي مفسر ولكن الليلة فيتامينات معناها هنا وهناك وهنالك وقصدي بيها إياك نبين لكم بعض الأمور لهذا اللي قلت لكم الليلة ما قط الحمد لله في دروس يكون يجيبها لكم مرة مرة غير حاولت الليلة نذكر لكم بعض الأمور حتى لا نغتر بالجاهل المغرور وحتى لا نغتر بالعالم الذي لا يطبق وحتى وبينت لكم قضية أن الدعوة هي أشرف الشيء فعليكم جميعا أن تكونوا دعاة إلى الله لعادة اليوم معروف الموريتاني كاملة دعاة ما يقدر نحكم حد ولا يضايق حد لأنكم جميعا دعاة إلى الله بلغني في إحدى المقاطعات في موريتانيا أنه أيام اعتقال بعض رجالهم الإسلاميين أو كما يقولون قالوا أنهم جاءوا واحدين من الدرك الوطني في بعض المناطق الداخلية
وساووا المسجد يوم الجمعة، وساووا لا وقف واحد منهم بعد صلاة العصر، وقالوا وين الدعاة اللي هم، وين الدعاة؟ ما الشيء لهم رقى الصبر خالق، لا خالق راجل واه، راجل واه، هو امتحان من مولانا مدى العصر بتوهات، ايه هو اللي يفتح بالدعوة له ما اجبر، ما هو رقاش واحد معناه البقية الاخرى شمل الخشب المسند الفد واحد الصبح في نقر المسجد يوم الجمعة. شوف ان ساعة واحدة ترفع بها رأسك لإعلاء كلمة الله قد يرفعك الله بها رفعة لا تقوم، ويوم واحد خذلت فيه دين الله قد يخذلك الله فيه في موقف تتمنى ان تكون اعز الناس. فلذلك العلماء كانوا اذا رأوا الموقف شديدا على دين الله قالوا لعلها الساعة التي نريد ان نغتنمها، هذا الوقت يعز الله فيه دينه، لا بد ان من الله فيه، ما نقدر نبقى في شغلهم صبعوا حازوا عليه الدرك وقبوه. عندهم يخرجوا قالوا الجيل اللي ماشيين مو ماشي معاه، قالوا خرجوا هاجه، تبرم عليهم، تبرم عليهم واحدين من الصفوف، قال لهم حامي شوي نقول لكم هذا، إذا كنتم تعنون بالدعاة من يدعو إلى الله وحد يبلغ شريعة الله ويغير المنكر، إحنا كاملين دعاة إلى الله. واللي هو في نقر المسجد مكروه فيه كامل، وهذا الراجل ما لا ما هو حسنة من حسناتنا كامل، إحنا دعاة كامل إلى الله. ولعدت الدور ومدى قلت إنها مخربة وكذا، إيه ذاك باب آخر، رفعوا كامل أيديهم أنهم دعاة إلى الراجل ما يمشون به من عندهم يلفت يعه بعد قاعية، كان القضية قضية مدى لا يتصفر أنها دعاة إلى الله. والله ما رديش ترك الرجل هذا، اعادوه للجماعه وخرج الناس جميعا بسلام. ايه معناها ايش معناها؟ ولذلك ابراهيم مدح مولانا، ابراهيم مدح مولانا بانه هو واحد اللي تحدد، كان متحدد في امته كامله، بامه كامله اللي فيها يعني نكسر الاصنام، ما يجبر حد يشد الساق عليه، ما هو رجاج واحد. ولذلك جعلهم جيادا لله كبيرا لهم لعلهم يرجع اليه يرجعون، قالوا من فعلها يا بآلهتنا انه لمن الاولين. تلاقوا يلودوا قبل المخابرات طلصوها في الدسرة إن يرجعوا، قالوا ما رأينا له من الجمنة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى الدل على المثال من الوردر، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما نعلم به ما هو شاب هون خطير طاري في الدسرة ما كن في الأصنام عجبها وخطير، أما الناس أخرى متعدلة معتدلة كانت تتعادل تتعادل طاحت قاع من متكة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس. وحتى العدالة الكافرة أشبه من عدالات المسلمين اليوم، عدالة المسلمين اليوم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعل أن يؤخذ إنسان باتهام فقط مجرد أو تلفيق المخابرات، لا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا، لا بد أن يعرض في الدشرة حتى يكثر الشهود عليه، هل هو الشخص المتهم أم شخص آخر، فلا نأخذ قريبا لكون قريبه متهم، ولا نأخذ إنسانا من قبيلته لكون عنده قريب، بل لا بد أن تثبت على الإنسان بذاته حتى لا يؤخذ إنسان بظلم الآخرين، هذه عدالة الكفار.